الدرس الثاني معايا في يونت 7 الصف الخامس الابتدائي، نتكلم شوية عن الجرامر وهنشتغل كده مع بعض على طول. أول جزء عندك اللي هو جزء الليسن. I love my bedroom، أنا بحب أوضة النوم بتاعتي. I share it with my sister، زي ما كتبنا في الباراجراف الدرس الأول. On the right، ناخد لبالنا ان حرف الجر on بيجي مع the right. On the right، on the left، نفس الكلام. On the right، on the left. There is my bed with a desk next to it، السرير بتاعي جنبه ايه؟ مكتب next to، بيجي وراه. On the left، اهو on بتيجي مع on the right وايه the left. On there is my sister's bed. In the middle، in middle بتيجي معها in. In the middle of the room there is an armchair، طبعا يوجد ايه اللي هو كرسي بزي تكيات كده. With two cushions، طبعا وفي ايه وستين. And a big closet on the wall، on the wall برضو on the wall على الحائط. There are lots of posters، طبعا في ملصقات of animals، صور لإيه الحيوانات أو ملصقات للحيوانات. طيب نشوف كده اللي هو عايز يركز عليهم زي ما احنا قلنا. حرف الجر on، on the right، on the left. On the right، on the right، on the left، يبقى on the right، on the left، في الشمال، في الشمال وفي الجنوب، في الشمال وفي اليمين. on the right اللي هو في اليمين، on the left في الشمال. in the middle، in the middle في الوسط او في المنتصف. on the wall على الحائط، ناخد لبالنا كويس جدا عشان بيجي فيها تمارين. طيب بيجي ويقول لك ان هو في expression او perfects اللي هي ايه، زي كلمة on. on يعني معناها not، on معناها not. لما ضيف when we add on to the beginning of the word معناها ان انا بقول الopposite، الopposite تمام. زي مثال examples، he looks unhappy، يبدو عليه unhappy، يبقى معناها ايه unhappy عكسها او معناها بالمعنى ده بان هتبقى sad. he doesn't ايه happy، he doesn't happy. طيب ندخل على لو شفت on قصاد اي كلمة او صفة دي معناها not. طيب عندنا unfriendly، unfriendly يعني not kind، يعني هو مش عطوف. un uncomfortable يعني اللي هو مش مريح تمام. not unlucky اهي بادئه بيها اللي هي something bad، برضو حاجة مش ظريفة ولا اي حاجة، حاجة عكسها يعني. unlucky اللي هو ايه حاجة something bad happens to you without reason، يعني حاجة بتحصل لك بدون سبب. unsafe غير امن اللي هو dangerous، معناها dangerous. unsafe اللي هو غير امن اللي هو dangerous خطر. unhappy معناها sad، ولسه احنا قايلينها في بداية الكلام sad. unfair اللي هو غير عادل، اللي هو طبعا بيبقى ايه حاجة مش واخد حقه يعني. unfair something that happens that isn't morally right or fair، isn't fair، isn't ايه fair يعني حاجة غير عادلة أخلاقيا. خلاص يبقى on دي معناها حاجة عكسها، opposite، opposite الكلمة أو opposite الصفة. هناخد التمارين علشان نفهمها أكتر. بيقولك what does the perfect on mean، إيه معنى on؟ طبعا معناها not، number A not، معناها not. what does the word unsafe mean، إيه معنى unsafe؟ طبعا dangerous هو unsafe اللي هي not safe، هو مش جايبها لك dangerous، not safe. un معناها not، not safe، أو لو هجيبها لك dangerous. خلاص she was space when she didn't get her birthday present، هي ما كانتش ايه لما هي ما خدتش هدية عيد ميلادها. طبعا ايه was unhappy، هي غير سعيدة. طيب you can find the box space اهو the right، قلنا ايه on the right، on the right. there is a table in the middle، middle in the middle. there is a poster space
ذا وول، اون ذا وول، على الحائط. ناخد لبالنا كويس جدا من الاكسبريشنز دول بتوع البيرفكس وحروف الجر البروبوزيشن زي مع الاتجاهات. تمام، هو هنا جايب لك الكلمه وعكسها وعايزك تعمل ايه الكلمات وعكسها. طبعا كايند ده هتعملها لي غير عطوف، هتبقى ان كايند بان، وفريندلي برضو نفس الحكايه هتسبقها بان، ان فريندلي ان كومفورتابل برضو هتسبقها بان، بمعناها طبعا ايه الاوبزيت بتاعها كده. انا خلصت معاكم ليسن 2، اتمنى انكم انتوا طبعا الفيرست بارت بتاع ليسن 2، اتمنى اني اكون غطيت كل جزء. وده بارت 2 من ليسن 2 ان يونت 7 الصف الخامس الابتدائي، ودي زي قصه كده. ماي انكل از ا ساينتست، طبعا عمي عالم. هي اند لافز انيمالز، هو بيحب الحيوانات. وين هي ووز يانجر، لما كان صغير عن كده. هي ترافلد a lot of South America for work، كان بيسافر عشان يشتغل في جنوب أمريكا. He loved it there because the people were very friendly، كان بيحب الأماكن دي علشان الناس كانت عطوفة وصدوقة هناك كتير. And helped him، وكان بيساعدوه. And helped him with his work، وكان بيساعدوه في عمله. Then about 3 years ago، من حوالي 3 سنين كده عدوا. something frightening happened، شيء كده مخيف او مرعب حصل. to him and he was lucky he lived to tell me about it، طبعا وان هو كان محظوظ ان هو يبلغني او يقول لي الحكاية دي اللي هو هيقولها له. he was very interested in howler، يحب او مهتم جدا بقرود العواء. and wanted to do some research، وكان حابب ان هو يعمل ابحاث into their families groups، وكان حابب يعمل طبعا ابحاث على مجموعات العائلات دي. local villager told him where there was a howler monkey family nearby and he was very، طبعا واحد من اللي هم الناس اللي هم الموجودين راح بلغوا قال له ان في مجموعة من القرود العواء دول بجواره nearby. and he was very، طبعا كان مبسوط جدا. was happy but the villager طبعا also said، وبرضو الراجل اللي هو المحلي ده قايل له tomorrow غدا we are going to have a lot of rain so it could be unsafe، طبعا بكرة ان شاء الله هيبقى في هطول امطار كثيرة، ولذا هيبقى في شيء طبعا ان هو يعني هيبقى الوضع غير امن unsafe. my uncle set out to look for the howler monkey family and soon he was deep in the jungle، طبعا هو كان حابب البحث عن قرد العواء الامريكي وسرعان ما ايه دخل طبعا تعمق في الاعماق. deep the jungle طبعا ايه اعماق الغابة. he could hear the monkeys and he looked up، هو سمع اللي هو القرود وكمان ايه looked up قاعد يبحث عليهم. he knew he was very close to them، هو حس ان هو قريب جدا عليهم. then the rain started، طبعا ايه ابتدت المطر ايه بدأت تمطر. it was very heavy rain، طبعا كانت المطر تقيلة. soon there was water everywhere and he couldn't see the path، ما كانش شايف ايه حتى الطريق. to go forward or back، ولا هو عارف يتقدم يعني للامام ولا عارف يرجع لورا. suddenly فجأة lots of water came towards him and carried him way down to the river، كمان شوية مية راحوا ساحبينه او شايلينه لغاية ما رموه فين في النهر.
He was very frightened. طبعا كان خايف جدا صدلي. He saw a hand and someone was shouting. سمع ناس يعني شاف ايد بتتمدله وحد بينده او بيصرخ. It was a villager. طبعا اللي هو القروي او المحلي ده. He took uncle's hand. طبعا سحب ايد عمه. وhe and said Now you are safe. انت في امان. My uncle was very happy indeed. وطبعا كان ايه وقتها ايه العم في اللحظة اللي هو انقذه منيها طبعا كان ايه سعيد. يلا نشوف الاسئلة اللي جاي على ال Learn my uncle is a vet ولا دكتور ولا teacher ولا scientist. طبعا هو scientist عالم. He traveled a lot in South America for work ولا sleep ولا money ولا fun. طبعا for work.